يا دوبك بعد اسبوعين من اعلان سامسونج على اول موبايل ليهم بكاميرا مزدوجه الجالاكسي نوت 8، اعلنوا موبايل تاني بكاميرا مزدوجه الجي 7 بلس. يلا بينا نبدا. الجالاكسي جي 7 بلس موبايل في الفئه المتوسطه، بيجي بمواصفات شبيهه لاخواته الجي 7 2017 والجي 7 برو. بيجي بشاشه 5 بوصه ونص فول اتش دي 1080 تي في، سوبر امولد، 4 جيجا بايت رام، 32 ذاكره داخليه ممكن تزودها بكارت مايكرو حتى 256 بدل المعالج الاكسنوس الموجود في الجي 7 2017 والجي 7 بلس جي 7 برو. في معالج من ميديا تك الهيليو بي 20 بتردد 2.4 جيجا هرتز. طبعا النقطه الاساسيه في الموبايل ده هي الكاميرا، دي نقطه قوته. بيجي بكاميرا مزدوجه من الخلف، واحده بفتحه عدسه اف 1.7 13 ميجا بكسل، والثانيه اللي هي الثانويه 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.9. فدوت هيبقى كويس في تصوير الاضاءه المنخفضه، لكن مفيش او اي اس. وطبعا عشان الموبايل بيجي بكاميرتين من الخلف، فهو هيجي فيه مميزات موجوده في اي موبايل ثاني فيه كاميرتين، زي انك تعمل عزل عن الخلفيه وتتحكم فيه، انك تعمل اللي هي البورتري مود، انك تصور صور افضل شويه، انك تصور صور بروفيشنال يعني. وطبعا نقطه قوته مش الكاميرا الخلفيه بس، لا ده بيجي بكاميرا اماميه فتحة عدسه اف 1.9 16 ميجا بكسل مع فلاش خاص بيها. طبعا الجي 7 بلس شبيه جدا للجي 7 برو والجي 7 2017، لكن بيجي ببطاريه اصغر بحجم 3000 ملي امبير، وفي مستشعر بصمه في زرار الهوم، وفي حاجات شويه تعديلات في السوفت وير بتاع الموبايل، زي انك تقدر تعمل دول ابس، انك تقدر تفتح مثلا مرات 2 واتساب 2 فيسبوك وهكذا. تقدر تعمل سكيورتي للتطبيقات والملفات اللي عندك عشان محدش غيرك يقدر يفتحهم، وبيجي باندرويد نوغت 7.0. الجي 7 بلس بيجي بثلاث الوان، الاسود الذهبي والروز او البينك. سعر الجي 7 بلس $389. وكده يكون خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واشوفكم الفيديو الجاي.